تماشياً مع خطته التوسعية، افتتح بنك بيبلوس فرعاً جديداً له في منطقة دبيه بحضور حشد من الفاعليات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. يتميز هذا الفرع بقربه من المراكز التجارية والمجمعات السكنية، وبتوفيره مساحة مريحة وعصرية تلائم الزبائن وتناسب تطلعاتهم. وبافتتاح فرع دبيه يرتفع عدد فروع بنك بيبلوس إلى 78 فرعاً، تشكل واحدة من أوسع الشبكات المصرفية في لبنان.